دي الفيديو صح رائع خرافي حلو والله مخيف. ولجنة التحكيم كانت تتضارب مع بعض على مين توب، هم التوب 1 اثنين شخصين صح. فهل هو خالد سامي وخالد عدين؟ لا خالد سامي قلت لك وخالد عدين انت كم ما تفهم انا يعني كان هذا الموضوع صراحة بكل صراحة يعني. وحب نقول قاع الناس في المغرب شو المغاربة بعدها مرونين في لكم مونتا شوف مقدم الناس الكل مقتنعين أن الفيديو متاعه خرافي صح اكستراوردينيري جدا حلو نقلة مخيفة حلوة. المهم جماعة اليوم يشوفوا فينا 22,000 عملوا فولو لسديم تنسيوش باش هكا تشوفوا لايفات أخرين مع لجنة التحكيم وتبعونا ما دمنا في الفينال تما غادي كثروا لنا كثروا لنا 22,000 هذو قسموا بعضكم علينا فلويونا قطعونا بعد ما ديروا السديم نروحوا عنا وتسناو فوالا تسناو لايف زي لايك ثاني موعدك طار صح كل شيء حلو وحضروا رويحكم انه فور فيديوز ايبك فور فيديو ان شاء الله اقوى اربع فيديوز ان شاء الله شباب انا تاريخ يوتيوب ما ابغاكم تزعلون من بعض في النهايه ابغاكم تباركوا للفايز صدقني اي شخص يربح بالفاينل هو يستاهل الاربعة اقوياء وجدا يستاهلون راح اكون فرحان من قلبي صدقا لاي شخص ياخذ اللقب يا جماعة والله العظيم أنا متأكد إن هذا أقوى موسم مر على سديم. That's it. صح. نكمل. جماعة إحنا كم باقي لنا على اللايف وننهي. طالع هذاك الشخص. يلا. خلصنا. إحنا في الخاتمة بدنا ختموها. أوكي نختم لنا أحسن جملة اللي هي أحسن موسم. أحسن موسم. أسمع. شوف. طارق نسكروا اللايف عامل هكا وإحنا ننزلوا فهمت؟ هيك يور جونا تليبورت هيك كنا هني 3 2 1 جو راحوا مشتركين سديم مستحيل انساهم اي لاف يو جايز وقاع الناس المغاربه والجيريا انتم لزوم ونموت عليكم شباب من السعوديه تابعوهم يا جماعه خلينا نسوي فولو سديم وشوفوا آخر أربع فيديوهات المنافسة صارت شرسة يا ساتر سي يو باي